السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدوتتنا النهاردة هي الكسل، منعنا من الوصول للعالمية، وهنتكلم فيها عن حكاية الفنان الراحل رشدي أباظة والفنان عمر الشريف والوصول إلى السينما العالمية، وهنعرف إن عمر الشريف كان أنشط من الفنان رشدي أباظة، وكانش بيكسل وقدر يوصل للعالمية. رشدي أباظة إحنا مش بنعيب عليه، بس عمر الشريف كان أنشط منه وقدر يوصل للسينما العالمية، وهما الاتنين يعرفوا لغات كتيرة، لغات إنجليزي وفرنساوي وإيطالي وغيره. إيه هي الحكاية؟ الحكاية بترجع لسنة 1961، وفي السنة دي كان في فيلم اسمه رد، في فيلم كان اسمه في بيتنا رجل، في بيتنا رجل. كان في مساعد لأحد المنتجين السينمائيين الأجانب، كان في زيارة لمصر، والراجل ده كان جاي عشان يقابل رشدي أباظة، وجاي عشان يقابل عمر الشريف. والراجل ده زي ما بيقول الأستاذ الفنان القدير حسن يوسف، ربنا يديله الصحة والعافية، بيقول إن هو الراجل ده كان جاي عشان يقابل الاتنين دول ويختار شخصية تقدر تمثل باللغة الأجنبية. فهو طلب ان هو يشوف رشدي أباظة، وطلب ان هو يشوف عمر الشريف، عمر الشريف راح في الميعاد وقابل الراجل ده اللي هو مساعد المنتج الأجنبي، وسافر معاه الأردن ومضى عقد لفيلم أجنبي. تمام؟ إنما رشدي أباظة ما راحش في الموعد، ودي كانت طريق العالمية والشهرة لعمر الشريف. واحنا مش بنقلل من مواهب رشدي أباظة، بس بنقول الكسل بيمنعنا ان احنا نحقق اهدافنا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان دايما بيستعيذ من الجبن والكسل والعجز، فابعدوا نفسكم عن الكسل وإن شاء الله تحققوا أهدافكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.